حضور الكريم اسمحوا لي في البداية أتقدم إلى حضراتكم بأسمى معاني الشكر والتحية والتقدير على مشاركتكم اليوم، المشاركة التي تأتي من أجل استكمال مسيرة التنمير التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء مستقبل مشرق وغد أفضل لأبناء وبنات مصرنا الحبيب. السادة الحضور، شهدت الأعوام الماضية العديد من الإنجازات للرئيس السيسي والتي جاءت لتعكس تصميم الإرادة السياسية على النهوض بالوطن والعمل على رفعة شأنه بين الأمم، فكانت البداية بمواجهة صارمة لقوى الضلال التي سعت لاختطاف الوطن والسير به نحو نفق مظلم، إلا أن بصيرة المصريين كانت دوما حاضرة لتعي المؤامرة وتتصدى لها بشجاعة بمساندة كافة أجهزة الدولة المعنية. عبد الفتاح السيسي، السيد الرئيس الذي لم يألو جهدا إلا وبذله من أجل المواطن، فعمل الرئيس السيسي على إطلاق حزمة من المشروعات العملاقة ذات الطابع القومي، وكان في مقدمتها مشروع محور قناة السويس، مع الحرص دوما على الاعتماد على الخامات والايادي والشركات المصريه. كما سعى الرئيس عبد الفتاح السيسي الى تشييد بنيه اساسيه قويه للبلاد من خلال اقامه شبكه طرق هائله بلغت 7000 كيلومتر، وايضا انشاء العديد من الانفاق التي تربط الضفه الشرقيه والغربيه لقناه السويس، وأيضا إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، حيث تم إضافة قدرات كهربائية بلغت 25,000 ميجا وات من الطاقة التقليدية والمتجددة، الشرب والصرف الصحي وتحلية المياه. هذا بالإضافة للعديد من المطارات الحديثة والموانئ، وكان دوما المواطن المصري حاضرا لدى الرئيس لكي يحيا حياة كريمة مع أسرته، فتعهد بإحداث نقلة حقيقية في حياة سكان العشوائيات لتنجح جهود الدولة في بناء 25,000 وحدة سكنية لقاطن المناطق العشوائية، والتي ستصل إلى 180,000 وحدة بحلول 30 من يونيو. كذلك تم بناء 245,000 وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان الاجتماعي. المشروعات كثيرة، ولكن صحة المواطن المصري احتلت حيزاً كبيراً في اهتمامات الرئيس لتنجح مصر في مواجهة أحد أشرس الأمراض الكبدية